حشرتكم مشاهدينا، واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري، واليكم العناوين. في اليوم الاول من شهر رمضان، حركيه تجاريه في الاسواق وافتتاح نقطه بيع من المنتج الى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبه. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على النتائج النهائية للانتخابات البلدية في 327 دائرة. اجتماع طار لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية، وقمة إسلامية استثنائية غدا في اسطنبول. أهلا بكم من جديد. استقبلت تونس اليوم أول أيام شهر رمضان المعظم. أجواء اليوم الأول والحركية التجارية في الأسواق رصدتها كاميرا الأخبار. هي الحركية في أول أيام الشهر المعظم، بائع يروج لما لذ وطاب من المنتوجات، وشار يبحث عن ظلته التي توفق بين شهواته وإمكاناته، وبين هذا وذاك سوق تفوح فيها رائحة خبز تنوعت نكهته وأشكاله وزينته. فالشهر المعظم قد هل بعاداته وخيراته. اللهم صل على النبي، أو نار في رمضان، اللهم صل على النبي. هاي مسوقة من 5 الصباح، مسوقة وفيت، مسوقة الليل يخدموا فيها الجاري في الدار. خبز رمضان، فما زيتون، فما مبسس، فما طابونة، طابونة عربي، طابونة مطافور، خبز جيري. عندنا جبن، عندنا سيسيليان، عندنا سردينيا، جبن أخضر، معدنوس، ثوم، عندنا الأحمر. أجواء اليوم الأول بدت فيها المنتوجات متوفرة، فيما بقي هاجس اللهفة والأسعار حاضرا كعادته. إن شاء الله مبروك علينا، خير ربي موجود. لا فياس صيفة غريبة، كل يوم نخرج، كل يوم ناكلوا، كل يوم واحد يشري شوية، والحمد لله يا ربي فايدة. كي نتفكروا اللي هو شهر فضيل، مش فايدة في الماكلة، فايدة في الخدمة. 500 بيع حب دينار، نتاع دينار 2000، فرج اختي كنا ناخذ 400 و500. لا غالي خويا، الدنيا غالية، بالنسبة للغالي والله الزوالي، يعني يقول لي عنده 3 و4 كيفاش عايش؟ لا واحد باهي، كل شيء حتى الأسوان باهية. خير ونعمة بنات، الحمد لله. هاي مرة غالية، مرة رخيصة، كل قدير وقدر. ولشهر رمضان في تونس نكهة خاصة تختزلها أجواء أسواقه ومائدة إفطاره وسهراته، فرائحة الشهر المعظم في تونس هي تلك التي بين العبادات والعادات. نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة انطلقت اليوم وتمتد على مدى 20 يوما بهدف تنشيط السوق الداخلية عبر بيع منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. منتجات فلاحية مختلفة عرضت اليوم في نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بهدف تنشيط السوق الداخلية بمنتجات ذات جودة عالية. تخفيضات تتراوح بين 15 و30% حسب المنتجات. كل المنتجات متوفرة في هذه السنة لشهر رمضان. قمنا بمجهودات كبيرة في مستوى المراقبة، في مستوى تزويد الأسواق. اليوم إن شاء الله هيكون الإقبال باهي، ولكن احنا اللي أكدنا عليه الجودة، نفس الجودة زي ما تكون موجودة اليوم وحتى آخر رمضان، والأسعار زي ما تبقى نفس الأسعار. آراء المواطنين اختلفت حول الأسعار، أما التجار فقد أكدوا التزامهم ببيع منتجات ذات جودة عالية بأسعار تقل عن أسعار الأسواق الداخلية. احنا في السوق الأسبوعية أسعار نجم نقول من غير مبالغه اقل شويه من هنا. باهي صار على 600، ما 300 الفلفل دينار، البارح ب 500 الفلفل. شويه اللحم ناقص، اما الغله والكل كيف كيف. الوسيط عنده جانب ربح يقدر ب 24%. احنا ال 24% هذوما نحيناه من المواطن. الحاجه اللي زايده على اسعار هي الجوده. هي كون الحوت نتاع نهارو. الاسواق المهديه اللي نبيعوا فيها 40% اقل من الاسواق نتاع سوق الجمله. تومسون ب 2800 الجروس، تومسون البرة ب 4000 فرنك. وما فماش. حضرنا على افتتاح النقطة هذه اللي هي ريتا، فما تراجع في الأسعار فيها. عجبني سوم الفلفل والطماطم والبطاطا، وإن شاء الله تقعد معناتها 20 يوم هذوما باش نتابعوها نحن كمنظمة دفاع المستهلك. وقد تم إلزام جميع المنتجين بتنويع المنتوج والاستمرارية في التزويد خلال كامل الفترة المبرمجة والتي تمتد على مدى 20 يوما ب 22 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك موزعة على 9 ولايات.
التقى رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي اليوم بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لقاء تم خلاله وتطرق إلى الوضع العام في البلاد والمؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى عرض برامج مختلف الأجهزة الحكومية للحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين خلال شهر رمضان ومقاومة الاحتكار والتهريب. خلال شهر رمضان تكثر العادات الغذائية السيئة، ولتفادي التعكرات الصحية الناجمة عنها قدم المختصون في التغذية نصائح لضمان نظام غذائي سليم ومتوازن وضمان الفوائد الصحية لهذا الشهر الكريم. مع حلول شهر رمضان تتغير العادات الغذائية ويكثر الاستهلاك لبعض المواد الغذائية منها البيض والحليب ومشتقاته والحلويات طوال وجبات هذا الشهر. نظام عادي جدا، نفطر شوربه حاجه خفيفه سلطه لا برينسيبال مش برشا فهمتني، وفي السحور نتسحر زيدا عادي. ناكل كله مثلا شوربه هذيك ديما شوربه، البريك مش ديما سلطه، وقبل البريك والواحد هذيك شويه مثلا دقله شويه بسيسه. ولتجنب العادات الغذائيه السيئه قدم المختصون في التغذيه نصائح لترشيد السلوك الغذائي ولضمان الفوائد الصحيه لهذا الشهر المعظم. نقصوا من الملح كل سوا في جبونات ولا في تمليح الماكله، وخاصه السحور بالطبيعه اللي باش ناخذوه، ولا نجمو ناخذوا مثلا زحفه درع والا بسيسه، حاجات التقليديه المرطبات التقليديه نتاعنا خير برشا فيهم منفعه واقل برشا في السكر والدهون، وذر موجوده في الشربه نتاعنا، وصحن السلطه ماذا بينا يبدا ديما موجود مشويه والا نيه والا منفوره. أهدى وأرجعت المختصة في التغذية أسباب آلام الرأس خلال فترة الصيام إلى انخفاض نسبة الكافيين في الجسم. فما وجعة الرأس اللي تجي جوست بعد الماكلة، هذيك زادة مشكلة كبيرة، هذيك معناتها فما اضطراب كبير في نسبة السكر نتاعو الصايم، خاطر هو ديجا صايم 16 ولا 17 ساعة ويبدا مثلا ياكل ثلاثة كعبات دقلة يبداو محشين فيهم شامية ولا فيهم فيكة ولا فيهم ديجا فيهم برشا حريرات. هما تلقاهم ساعات ياخذوا مثلا حاجة مقلية يبدوا بها ياكلوا برشا حاجات ميدمة، الحاجات هذوما الكل كي تاكلوا في وجبة نتاع شقا الفطر ورا بعضهم وما نقعدوش بالقدا في عقلنا ونمغضوا بالقدا، هذاك الكل يأثر برشا ويعملوا جعة الراس. يبقى النظام الغذائي المتوازن والسليم ضروري لتجنب التعكرات الصحية. تأخر وسفرات وما يصاحبها من طول انتظار واكتظاظ، إشكاليات يعاني منها مستعملو النقل العمومي. وتماشيا مع خصوصية شهر رمضان تولت شركة نقل تونس برمجة سفرات خطوطها وتدعيمها لتأمين نقل المواطنين. هكذا بدت محطات المترو والحافلات وسط العاصمة في أول يوم من شهر رمضان وفي ساعة الذروة، انتظار طويل وتباعد للسفرات أثار تذمر المواطن. قاعدين من ساعتين قربنا ونحن قاعدين لتو وفطوري معي ماشي للخدمة هون. نقول له يا توجي يا توجي ومنحين البلايك ماذا ما عاد بلاك يا ساعتين لا فما لا مترو ولا كيران لا حتى شيء، امورك تضرب من هنا الباب الخضراء. ماضي ساعه ونص اليوم خرجت من الخدمه شوف تو وقتاش وصلت لهنا، ما فماش كار ساعه من بناروس المترو ها والتو، وانا مازلنا نستناو حتى باش نوصلوا للانطلاق. المتروات وين المتروات؟ ساعات ثلاثه امبار في جره بعضهم، وين المتروات؟ دعم الأسطول وتكثيف الرحلات والسفرات خلال أوقات الذروة بما يمكن من تقليص فترة الانتظار والازدحام أبرز مطالب مستعملي وسائل النقل العمومي لتخفيف معاناتهم خلال هذا الشهر. مطلوب يوفرونا كيران ومو حتى قبل الوقت ذيب شوية واحد ينجم يروح يعملوا لنا حل. ليش يعملوا لنا حل؟ تم واحد تو كيما تو باش يمشي ولا صغار ومحطوطين باش يمشي طيب عشيه هنا قاعدين. من جهتها اكدت شركة نقل تونس انها برمجت سفرات خطوطها بشكل يتلائم مع الاوقات الادارية واوقات المؤسسات المدرسية والجامعية، وسيكون تواتر الرحلات وفق ما يسمح به اسطول الشركة. تقريبا 8600 سفرة يوميا على 230 خط حافلة، وباش نأمن 833 صفر على خطوط المدرسية والجامعية، النقل على خطوط الشبكة الحديدية السريعة، وباش يكون في حدود تقريب 1100 صفر يوميا، باش نزيد 6% في المترو، لأنه في المترو عندي إمكانية باش نزيد في العرض. في الحافلات الحد الأقصى نتاع الحافلات الجاهزة للاستغلال رانا باش نخرجوها في الشهر هذا. ويذكر أن شركة نقل تونس أعدت مطوية سيتم توزيعها وتضم توقيت آخر السفرات المبرمجة قبل الإفطار.
صدق اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النتائج النهائية للانتخابات البلدية في 327 دائرة لم تسجل فيها طعونا لدى المحكمة الإدارية. طبقا للقانون الانتخابي قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البلدية ل 327 دائرة لم تشملها الطعون على أن تنشر لاحقا بالموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت وبالرأي الرسمي. في إطار تطبيقنا القانون فصل 148 مجلس الهيئة صادق على النتائج النهائية بالنسبة للدوائر الانتخابية التي لم ترد بها طعون اللي هي عددها 327. وقال رئيس الهيئة الانتخابية أنه تم الاتفاق مبدئيا على 27 من مايو الجاري موعد إعادة الانتخابات البلدية في 8 مراكز بالمذيلة من ولاية قفصة. نهار تسبت عنا مجلس كذلك باش نشوفوا بقية الإجراءات وكيفية إجراء هذه الانتخابات من حيث عظمة كتب الاقتراع، من حيث بطاقة الاقتراع شكلها ولونها، من حيث بقية الإجراءات، هل يمكن اعتماد فترة صغيرة للحملة أم لا، كيفية مراقبة الصمت الانتخابي، معناها إجراءات كلها يجب أنه المجلس يأخذ فيها كل القرارات اللازمة. وأجلت الهيئة الانتخابية ببعض مراكز الاقتراع في المذيلة خلال الانتخابات البلدية يوم 6 من مايو بعدما وصف بحالة احتقان بسبب عدة إشكاليات تتصل بأوراق التصويت. ذكرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن قاضي التحقيق العسكري وجه اليوم الاتهام لكل من ربان خفيرة عسكرية وربان قارب كان على متنه مهاجرون غير نظاميين بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث الذي جد ليلة 8 من أكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة وأدى إلى غرق العشرات وإنقاذ آخرين. وأضافت الوكالة في بلاغ لها أن قاضي التحقيق العسكري قرر ختم البحث في تلك القضية بعد استيفاء الأبحاث اللازمة وإحالة المتهمين الاثنين على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس لمقاضاتهما من أجل ارتكابهما لجريمتي القتل عن غير قصد المتسبب في قصور وعدم احتياط وإهمال وعدم تنبه وعدم مراعاة القوانين وإلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد المتسبب عن عدم الاحتياط والتنبه والتغافل وعدم مراعاة القوانين. ولاحظت الوكالة في بلاغها أنه يضاف إلى الطرف العسكري ربان الخفرة العسكرية جريمة مخالفة التعليمات العسكرية. أما الربان المدني الذي كان يتولى توجيه القارب المنكوب فقد أضاف له قاضي التحقيق العسكري جريمة مخالفة القواعد المفروضة لاجتناب التصادم بالبحر المتسبب في هلاك سفينة نتج عنه موت وجرح عدة أشخاص، إضافة إلى جريمة الإبحار على متن سفينة بالمياه الإقليمية دون احترام الترتيب والأوامر الصادرة عن السلطة البحرية. يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية 3 فصول نصت على أحكام جديدة من شأنها رفع العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا. وقد كان ذلك محور جلسة استماع لوزير العدل صلب لجنة التشريع العام. أسباب موضوعية وأخرى ذاتية حالت دون إرساء المحكمة الدستورية وتجاوز الفترة المحددة لذلك بكثير وفق وزير العدل غازي الجريبي الذي اعتبر أن في ترشيح الكتل النيابية لبعض الأسماء تناقضا مع مبدأ الاستقلالية والحياد للقضاة، ما حدا بالحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد لحل الإشكال. المشروع اللي قدمناه اليوم هو يرمي إلى تجاوز العراقيل وإلى تفعيل المحكمة الدستورية، وإحنا في نقاش مع السادة النواب. على كل حال إحنا السلطة التنفيذية في تفاعل مع مقترحاتهم، وإذا كان فما مقترحات وجهة نحن يعني كلنا أذان صاغية وسوف نتفاعل مع كل المقترحات الإيجابية على شرط لكونه يتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الأجل. بعض الكتل النيابية اعتبرت أن الإشكال سياسي بالدرجة الأولى وأن المحكمة الدستورية باتت رهينة التجاذبات السياسية. نحكيه على أغلبية 109 في بلاست أغلبية الثلثين، مع العلم أنه ترشحات يقوموا بها الكتل، معناتها في نهاية الأمر الترشحات اللي بتقوم بها الكتلتين الحكيمتين هي اللي باش تتعدى في التصويت، وهذا باش يخلي عنا محكمة دستورية باش تكون مشكلة من طرف مرشحي الحزبين الحاكمين، وهذا احنا ما نحبوش على خاطر المحكمة الدستورية هي ضمانة للنظام الديمقراطي. هذا القانون هذا هو يطرح في يعني في نقطة أولى يكون في دورة أولى يكون انتخابهم بأغلبية يعني الثلثين، ولكن إذا كان ما وصلناش مالناش باش نبقوا زادة إلى ما لا نهاية من غير محكمة دستورية، لابد من حل ولابد من التوافق.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب فتح مجددا باب الترشيحات لانتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية بعد أن فشل في هذه العملية في 3 دورات سابقة. قال وزير المالية خلال جلسة استماع صلب لجنة التحقيق البرلمانية حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا، قال إن تونس لم تصنف كملاذ ضريبي من قبل الاتحاد الأوروبي أو أي هيئة دولية أخرى، وأن كل ما في الأمر أن الاتحاد الأوروبي صنف تونس ضمن الدول غير المتعاونة في المجال الجبائي. وقررت اللجنة مواصلة أعمالها والتحقيق في مراسلة الاتحاد الأوروبي التي لم ترد على السلطة التونسية إلا في شهر أفريل 2017 بهدف إرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية والتحسيسية بمخاطر الفساد وتأثيراته السلبية. أمضت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقية شراكة وتعاون تجسيما للاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد. أمضت كل من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقية شراكة وتعاون، اتفاقية تهدف إلى إرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد وإعداد برنامج تكويني ثنائي في مجالات أسس الحوكمة الرشيدة وقواعد التوقي من مخاطر الفساد. مستوى الوزارة طبعا عندنا التفقدية العامة، عندنا الإدارة العامة للحوكمة، ولكن عندنا هيئة وطنية لمكافحة الفساد، هذه هي خدمتها. دونك نحطوا اليد في اليد الناس الكل مع بعضنا، خدمة شراكة باش نعملوا برنامج. طبعا هذه الاتفاقية اليوم تنجم تكون شكلية، تقول شكلية ورمزية، ولكن الأهم منه احنا النتيجة، العبرة في النتيجة مش في المشاركة وكهو. هذه خدمة زادة على المدى الطويل، مش بتاع نهار بتاع نهارين، دونك على السنوات القادمة الكل. كما تسعى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلى إعداد البرامج التوعوية والتحسيسية بمخاطر الفساد وتأثيراته على الهياكل الخاضعة لوزارة الصناعة. فريق العمل هذا زاد كذلك اللي باش يتعاون في التقصي في بعض الملفات اللي قد ترد على الهيئة واللي تهم مسؤولين في الوزارة، فهذا الكل باش يتم بطريقة تشاركية، وهذا الكل باش يكون عنده بطبيعة الحال آثار بحولها متأكدين باش تكون إيجابية على مردودية الوزارة وعلى بطبيعة الحال العمل داخل مؤسسات الوزارة اللي باش تكون تعمل بطريقة وفقا لمعايير الحوكمة ومكافحة الفساد. هذا وسيتم العمل على تكوين فريق مشترك سينكب على معالجة الملفات التي تشوبها شبهات فساد، كما سيقع اختيار إحدى المؤسسات الخاضعة لوزارة الصناعة كمؤسسة نموذجية تطبق فيها خطط وبرامج وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة لتصبح قاطرة للإصلاح. تم تقديم مشروع قانون يتعلق بتنقيح عدد من فصول قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، تنقيحات مست عديد الجوانب وفق ما ذكره وزير العدل خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام. فيما يتعلق بتوسيع يعني مجال نظر القانون اللي كان محدد بالنسبة للأفعال المستوجبة لعقوبة لا تقل عن 3 سنوات، أول حاجة المشروع هذايا باش يوسع في مجال الاختصاص. كذلك تم إرساء يعني قضاء للأطفال بالنسبة للجرائم الإرهابية، خطر هذايا ما كانش موجود في قطب الإرهاب. الحاجة الثانية احنا مع توسيع مجال القانون، لكن في نفس الوقت نعمل على أن يكون احترام المحاكمة العادلة ومقاوماتها وأركانها. استقبل رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي اليوم بقصر قرطاج وزير الخارجية خميس جهناوي، الذي أفاد بأن رئيس الجمهورية كلفه بتمثيل تونس في القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعت تركيا إلى عقدها باسطنبول يوم 18 من مايو الجاري لبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. وصرح جهناوي بأنه عرض على رئيس الدولة نتائج أشغال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. كما أكد جهناوي وفق بلغ صادر عن رئاسة الجمهورية أنه قدم لرئيس الجمهورية نتائج زيارة العمل التي أداها إلى الرياض يومي 13 و14 مايو الجاري في إطار مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية.
بطلب من دولة فلسطين، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. تداعيات هذه الخطوة ستتصدر جدول أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي غدا في اسطنبول التركية. التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مثلت محور اجتماع طارئ عشية اليوم لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب. وفي كلمة الافتتاح وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بالقرار غير المسؤول. قرار غير المسؤول يدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويشعر العرب جميعا بانحياز الطرف الأمريكي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال. انعقاد هذا الاجتماع الطارئ يأتي بطلب من دولة فلسطين التي دعا وزير خارجيتها رياض المالكي في مداخلته إلى وقفة عربية حازمة من خلال استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن للتشاور على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية سيما بعد نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى القدس المحتلة، والتداعيات الميدانية لتلك الخطوة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستتصدر جدول أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية التي تنعقد غدا بإسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الدورة 13 لمنظمة التعاون الإسلامي. قمة ستركز أعمالها على مواقف وخطوات الدول الإسلامية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس عبر التعاون والتضامن مع السلطة الفلسطينية وشعبها. قمة إسطنبول الطارئة التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يتغيب عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن يحضر نيابة عنها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله على رأس وفد يضم عددا من الوزراء في الحكومة الفلسطينية. وفي ظل التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد حل شهر صيام هذه السنة وسط حالة من الحزن والألم على شهداء مجزرة الاحتلال المرتكبة في مليونية العودة، فيما يتواصل حصار المحتل قطاع غزة ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل. خيمت سحب الكآبة وأجواء الحزن على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث غابت مظاهر الاحتفال بحلول شهر رمضان المعظم. ففي قطاع غزة الذي شيع سكانه عشرات الشهداء، استقبلوا شهر رمضان الكريم بمزيج من المعاناة والألم، ألم عائلات تفتقد حضور عزيز عليها وأكثر على مائدة الإفطار بعد أن أردتهم آلة الحرب شهداء دفاعاً عن حقوقهم المشروعة ودفاعاً عن وطنهم المسلوب. والله الأجواء السنة هاي يعني تختلف عن أي سنة قبلها، كل مالها للأسوأ، يعني السنين اللي فاتت كانت يعني أفضل شوي. شهر رمضان في الأراضي المحتلة الذي اعتاد الفلسطينيون أن يستقبلوه وسط أجواء من الفرح والابتهاج بقدومه، حيث يستعدون له قبل أسبوع تقريبا رغم ما يعانونه من أوضاع اقتصادية صعبة وحصار مشدد تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. شهر كريم يختلف هذه السنة عن سابقيه ليمتزج بطعم اللوعة والحسرة. أيام ما فيش عنا نايمة، عندنا البلد مغلقة من جميع الاتجاهات. الوضع صعب جدا، يعني الناس مش قادرة تلبي احتياجاتها، مش قادرة تجيب كل طلبات البيت، فربنا يعين الناس، يعني الوضع صعب. مش نشاط في السوق، احنا قبل بشهر كنا نشتغل، انت ما تشوفش اثنين ثلاثة خشوا في السوق، يعني يعتبر انه في سوق، فيش سوق، الناس الى خاطر كل حاجة تشتري لكن فيش مصاري تشتري. وضع الانسان هنا البلد سيئة خالص. الحمد لله رب العالمين، حصار مش حرب وبس، حرب اقتصادية الأصعب من الحرب العسكرية، حصرين بر وبحر وجو. حزن وألم وحصار، كلها عوامل زادت من تعميق معاناة الشعب الفلسطيني في وطنه وعلى أرضه. فالأوضاع الاقتصادية الصعبة فاقمت من العجز التجاري لتصبح الأسواق شبه خالية من الزبائن.
فرضت الولايات المتحدة وست دول خليجية من بينهم المملكة العربية السعودية عقوبات على قادة حزب الله اللبناني، ومن بينهم الأمين العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، وأدرجتهم على قائمات الإرهاب بسبب ما وصفته بدعمهم للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. كما تشمل العقوبات تحديدا أعضاء مجلس الشورى والهيئة التي تتخذ القرارات في الحزب، فضلا عن الشركات المتهمة بتمويله. ويوسع هذا الإجراء نطاق العقوبات على نصر الله الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات في مناسبتين أخرتين سنة 95 و 900 و1000 لتهديده على حد قولها بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، وسنة 12 و2000 بشأن تدخل الحزب في سوريا. في أخبار الرياضة، حافظ المنتخب الوطني على مركزه 14 في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. يأتي ذلك في وقت تستعد خلاله العناصر الوطنية لخوض غمار مونديال روسيا، إذ يواصل المنتخب تحذيراته بمشاركة 13 لاعبا على أن يكون الأحد القادم موعدا لاكتمال النصاب والتحاق جميع اللاعبين لبدء تربص المغلق. تغلب النجم الساحلي على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. وافتتح علي البريغي تسجيلا للنجم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يضاعف زميله عمرو مرعي النتيجة في الدقيقة 56، فيما ذلل الفريق الزامبي الفارق في اللحظات الأخيرة من اللقاء عبر لازاروس. وبانتصاره هذا رفع النجم الساحلي رصيده إلى 4 نقاط متقاسما صدارة المجموعة الرابعة مع مبابانا السويسلندية. تدور حاليا بمدينة جدة السعودية مباراة النادي الإفريقي والفيصلي السعودي في مستهل التصفيات الخاصة بكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، ونتيجة إلى حد الآن تفوق النادي الإفريقي بهدفين لهدف، فيما سيواجه فريق باب جديد نادي الوئام الموريتاني يوم الأحد في الجولة الثانية على أن يختتم مبارياته الأربعاء المقبل، حين يباري النجم اللبناني في تصفيات ستؤهل متصدرها إلى المرحلة القادمة لملاقاة الأهلي المصري. ونختم مشاهدينا بخبر ثقافي. المصابون بمرض بسيكوز الذي يجعل المريض فاقدا لوعيه بالواقع هو موضوع المسرحية التي تم عرضها لجمهور خاص ومحدود العدد مساء أمس بفضاء التياترو بأحد النزل بالعاصمة. يختلط في ذهنها الواقع بالخيال وتصاب بتغيرات سلوكية حادة، منها فقدان الحيوية وشهية للأكل. تلك بعض أعراض أحد الأمراض العقلية التي استعرضتها مسرحية بسيكوز في أول عمل مسرحي للممثلة والمخرجة سونيا الهذيلي. بسيكوز هي الملادي اللي ماهيش مسموعة برشا، ما نسمعوش بها وما نعرفوهاش. نجم يكونوا عنا دي بيرسون بسيكوتيك قرابنا وصحابنا وما نش لقين بهم اليوم مرضى. بطلت المسرحية التي تفقد القدرة على التمييز وعلى التقدير السليم للأشياء تبرز في توقيت ما من زمن المسرحية قدرة على التعبير عن الحب وحاجتها له، وهي رسالة من رسائل هذه المسرحية يقول بعض الممثلين. إن نحسوا في العباد على نوع من الأمراض اللي نحن نتعامل معها كأمراض عبد ننبذوه، ألوغ كو هما معناتها يلزم عباد هذوما نتلهوا بهم. موضوع المسرحية وأداء الممثلين على الركح تفاعل معه الجمهور بأشكال مختلفة. كل الصمت نتاعها وكل تعاملت الشخصية كما يلزم. ناقصة شوية نضج ولا شوية ريتم شوية، معناها في المجمل يعطيهم الصحة بالحق. ومن المنتظر أن يتم عرض هذه المسرحية على الجمهور العريض بفضاء التياترو بأحد نزل العاصمة. ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في اليوم الأول من شهر رمضان حركية تجارية في الأسواق وافتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بشرح ببورقيبة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على النتائج النهائية للانتخابات البلدية في 327 دائرة. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية وقمة إسلامية استثنائية غدا في اسطنبول.
ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.